ومعانا احد المواطنين السهرانين وبنقول له كل سنه وحضرتك طيب. هابي نيو يير. ممكن حضرتك تقول لنا راس السنه بتمثل لك ايه؟ طبيعي ده ولا ايه؟ راس سنه ايه وزفتي؟ انتوا مش دريانين بالناس. راس سنه المخفيه بتاعتك دي بتفكرني ان انا عندي 40 سنه ومفيش ست. ايه يا استاذ فيها في حاجه؟ مفيش اي حاجه. عندي 40 سنه وعلى المعاش. اتخرجت من الجامعه عندي 24 سنه. طلعت على المعاش عندي 34 سنه. مفيش ست، مفيش حب، مفيش عيال، مفيش عربيه، مفيش داعي. يلا يا عم يلا يلا. ايه بس كده؟ أعزائي المشاهدين، ومع دخول الألفية الثالثة وفي ليلة رأس السنة من أعماق المدينة، هذا الحوار مع أحد المواطنين. هابي نيو يير. إيه؟ هابي نيو يير يا عم. روح اشتريها من الأجزخانة وأنا مالي يا عم. النهاردة في سنة جديدة. جديدة إيه؟ ما أنا في أخيرها أهو. على العموم في أخيرها، في أولها احمد ربنا إن أنت لطشت فيها أساساً. على العموم في سؤال البرنامج، حضرتك بتعمل إيه؟ بعمل حمام سباحة للعيال، بتفوح الروايح منه. ايوه، وبيتقل علينا منه. واعزائي المشاهدين، واحنا داخلين على السنه الجديده بنقابل احد المواطنين. نتعرف. متولي. عم متولي، بمناسبه السنه الجديده تحب تقول ايه؟ اقول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. انت بتعمل ايه هنا يا عم متولي؟ يعني هيكون مامور السجن مرمي مسجون. ايه الاسئله دي؟ عم متولي انت هنا ليه؟ صاحب البيت عاوز يطلعني من شقتي بالعافيه. حجرت ونشفت راسي اني ما اطلعش، وعلشان هو ليه قرايب مهمين ارتميت هنا بقالي شهر ومن غير تهمه. هذا يا سيد المشرف. حسبي الله ونعم الوكيل. عم متولي، حضرتك اتحاسبنت كتير، ان شاء الله ربنا يتقبل. بس اقفل الحلقه. يا ترى ايها الساده المشاهدين، هندخل الالفيه الثالثه وحال المواطنين بهذا الشكل.